ميزة هالقطط شعرها قصير، إذنها مطوية، عيونها واسعة، أطرافها قصيرة. اكتشفوها سنة 1963. سعرها بالعراق يبدي من 300 دولار إلى 700 دولار. السلام عليكم متابعين قناة بيع القطط الصغيرة في بغداد. موضوعنا اليوم عن قطط الاسكوش الاسكتلندي. طبعا هالقطط من أجمل السلالات اللي انتشرت بالعالم، وإذا دخلت على الفيديو فأنت أكيد من عشاقهم. واللي يميزها أكثر شيء إذانها المطوية وألوانها الجميلة، وخصوصا اللون الرصاصي اللي أنا شخصيا من عشاقه. والحلو بشعره إنه هو كثيف وقصير بنفس الوقت، ويكون جمجمته عريضة، وجهه يكون كلش مدبدب. بالنسبة إلي أشوف اللي عنده من هاي القطط أحسه كلش محظوظ. طبعا بالرغم من أنه أنا من عشاق القطط اللي يكون شعرها طويل مثل الهملاية والبيرشن، بس السكوش أحس شي مميز وحلو. نحكي شوية عن السلالة. السلالة طبعا اكتشفوها سنة 1963، ودخلت للعراق تقريبا سنة 2016 2015 شي، وكانت مو كلش مشهورة مثل هسه. ليها نوعيتين، نوعية سكوتش فولد اللي تكون اذنها مطوية، وسكوتش ستريت اذنها تكون واقفة مثل القطط الباقية بس قصيرة شوية. طبعا سكوتش فولد سكوتش ستريت هن نفس الشكل ونفس الشعر ونفس المواصفات بالضبط، وحتى نفس السعر، بس الفرق بيناتهم الاذان. وطبعا سعرهم بالعراق يبدي من 300 دولار الى 700 دولار حسب النقاوة والاوراق وياها اذا كانت مسجلة او لا. بالأخير شاركنا رأيك، هل أنت من محبين هالسلالة؟ ولا تنسى الاشتراك بالقناة وعمل لايك. يلا مع السلامة، وانتظرونا بفيديو جديد.